سأنتقل مباشرة إلى الزميلة روبا الفرن، وهي موجودة مع ضيفة معالي وزير الطاقة وليد فياض. تفضلي روبا. صباح الخير لكم بالأكيد المشاهدين. مع انتقال أكثر من مليون شخص من البقاع والضاحية والجنوب إلى مراكز الإيواء الموجودة في بيروت ومختلف المناطق في محافظتي الشمال وجبل لبنان، تتفاقم الأزمات الإنسانية في هذه المناطق، حيث يعاني النازحون من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة. وهنا يطرح علامات استفهام حول دور وزارة الطاقة في هذا الموضوع، لذا سنتابع هذه القضية مع وزير الطاقة وليد فياض. صباح الخير معاليك. صباح النور، كيفك؟ معاليك، نحن يوميا عم نكون مع النازحين وعم نسمع معاناتهم بمراكز الإيواء. في عنا نقص بالخدمات الأساسية اللي هي المياه والطاقة. اليوم شو عم تعملوا كوزارة لتأملوا لتوفروا هذه الخدمات؟ أوكي، ليكي أهلا وسهلا فيكي والمشاهدين. أول نقطة بحب نوه لها هي أنه اليوم عم تشوفينا قاعدين بالوزارة عم نحاول نتابع أعمالنا، نحاول نقرب حالنا قد ما بنقدر من أجواء العمل الطبيعية، وما في شيء طبيعي بالوضع لأنه نحن قاعدين بظل عدوان صهيوني، مشروع توسعي للعدو الصهيوني، وما بنعرف إذا هدفه هو الاحتلال، هو توسيع الحرب إلى هدفه كسر الآخر، وما بده إياه يضل عايش بهالمنطقة. فبالتالي بظل هذا الموضوع أهم شيء أنه نخفف الكلام ونوحد الموقف على المستوى الوطني. برأيي الموقف واضح لازم يكون، اللي هو مطالبة بوقف العدوان، لأنه هذا عدوان صهيوني غير متوازن. عندك مكنة تسليح وتمويل غربية مع غطاء دولي سامحت له يعمل اللي بده إياه، ومقابل هالشي نحن لازم نتعلم ونفهم أنه الوضع يتطلب الوحدة الوطنية وعدم من الداخل اللبناني اللي بشكل مباشر أو غير مباشر بالأخير تخدم هذه الأجندة الصهيونية، لأنه الأجندة الصهيونية تفرقة العرب عن بعضهم، تفرقة اللبنانيين عن بعضهم، ونحن أمام هذا الشيء ما عندنا خيار آخر غير أنه نقول لا، نحن اللبنانيين إخوة بين بعضنا. إن كان الناس اللي اليوم متأثرين وعم بيضحوا بالجنوب تقديم الشهداء، أو الأيام الناس اللي عم بيعانوا لأنه تشردوا ونزحوا إلى الشمال وإلى بيروت وجبل لبنان، أو الناس اللي عم تستقبلهم في مراكز الإيواء، كان موظفي دولي موظفي قطاع خاص، كل هذه البيئة واللي ممكن تكون متميزة عن بعضها ببعض النواحي الاجتماعية أو الثقافية، لازم أنه تلاقي كل نقاط اللي بتوحدها بين بعضها، لأنه ظرف كتير 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 حساس، يعني ظرف توسعي مثل ما عم قول، توسعي لعدو صهيوني طمعه مش عم بيوقف، طمعه بيزيد مع الوقت بدل ما ينقص. طيب معنى ما نوضع، يعني قصدي يقول كتير مهم أنه ما نقعد نوجه أصابع الاتهام بالداخل لأي مكون أو أي فئة من اللبنانيين، وضروري نفكر بطريقة بناءة كيف بدنا نصمد، لأنه للأسف الموضوع برأيي أنا المتواضع منو بإيدنا، يعني القرار منو بالدولة اللبنانية، قرار وقف الحرب. نقدر نحاول على المستوى الدبلوماسي أنه مثل ما عم تعمل الحكومة، مثل ما عم يعمل مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، أنه يوصلوا لإقناع الرأي الدولي، مش الرأي العام بس، وأنه الرأي العام أكيد معنا أوريدي، بس القوى المقررة في مجلس الأمن وغيره بضرورة قرار وقف العدوان. ولكن هيدا شيء ما هيئته قريب المنال، ما هيئته قريب المنال. فبالتالي ضروري نعرف أنه علينا أن نكون صامدين إلى
اكثر وقت ممكن. هون الحكومه المفروض تلعبها بهذا الموضوع. اليوم انت كوزاره الطاقه مثل ما كنت عم بقول قبل انه في عندنا نقص بالمياه والطاقه بالمراكز الايواء، اليوم شو عم تعملوا انتم كوزاره الطاقه بهذا الموضوع؟ فيري جود، يعني بدك تحكي عن هذا الموضوع بالذات، رح اجاوبك طالما عم تحكي. نحن قمنا بزيارات على مراكز الايواء وعم نتابع عبر القيادات المعنية، يعني عبر الوزير الوزراء المسؤولين، بس أيضا المؤسسات اللي عنا إياها تابعة للوزارة، أوضاع هذه المراكز. واللي عم نحاول نعمله أنه بالأول بالأساليب المتاحة، يعني المؤسسات المعنية مي وكهرباء وغيره، أنه يأمنوا إعادة توزيع للمي أو الكهرباء لهذه الأماكن بأولوية أكبر، يعني بيصير يطلع لهم عدد ساعات تغذية بالمي أو بالكهرباء أكبر مبدئيا. عم يحاولوا يشتغلوا بالموارد المتاحة لهم من ناحية، وهيدا شيء داخلي بقلب الوزارة والمؤسسات. ومن ناحية تانية رحنا عند الحكومة، يمكن أنتوا غطيتوا هالشيء بتقاريركم الليلية، عم نطلب من الحكومة الدعم اللي لازم لتأمين الاحتياج المينيموم اللي هو بمراكز الإيواء اللي عايزة مي أكتر من قدرة مؤسسة المي من تأمينها أو قدرة التخزين اللي عندها إياها، إنه يتأمن صهاريج مياه توصل لعندهم. هيدي بدها تمويل النقل وتمويل كلفة المازوت تبعيتهم. فبالتالي هيدي طلبنا ببعض الملايين دولارات شهريا، هي عدد قليل 3-4 ملايين دولار بالشهر، لحتى يغطوا تأمين المياه بنوعية كويسة والحجم المقبول لهالألف مركز اللي موجودين، وأيضا تأمين المازوت للي عندهم موتورات بدهم يدوروا الكهرباء فيها، وأيضا تأمين اشتراك الأموال للاشتراكات الكهرباء، اشتراكات الكهرباء بالمراكز اللي عندها خط من الكهرباء الواصل من اشتراك خاص من الحي اللي هي. بس هلا شيء ملموس عليك بعد ما، يعني ما طبقناها ما اللي يعني قلتي سمعتكم انا هذيك اليوم انه هيدا الطلب صار من فتره طويله، صار له شي 20 يوم أوكي. والى الان لم يكن هناك استجابه. هلا اللي لازم نلفت نظر له انه الاليات اللي موجوده خاصه بوزاره الماليه بهذا الموضوع بعد بطيئه التحرك، يعني بيكون في مثلا موافقه على، حتى اذا صار في موافقه، مع العلم انه بعد ما وصلنا حتى موافقه لطلباتنا، وانما اذا صار في موافقه حتى تنفيذ الموافقه بالاجراءات الروتينيه الموجوده بتاخذ وقت، بتاخذ وقت كثير. هيدا الشيء عم نشوفه مثلا الكهرباء بموضوع الفوتير اللي كان القطاع العام مفروض في سنة التخزين تنفذها وزارة المالية، شو عطي المصاري للكهرباء؟ بس معليك هول الإجراءات ما كان المفروض تعملوهم من سنين، لأنه نحن حطيناها على خطة الطوارئ من سنة نحن، فأنتم ما كنتم متوقعين إنه رح نوصل لهون؟ الموضوع بيتطلب تحرك أسرع من الوضع العادي، وحتى الوضع العادي كان كثير كثير بطيء، يعني ما منه كافي أبدا. فما فيني اقول لك شيء، انا حو موجود هون كل يوم، موجود فيكم تجوا بتشوفوني كل يوم، حاول الماكسيموم. يمكن عندي اجتماعات مع شركه الكهرباء، مؤسسه الكهرباء، نحكي بهذا الموضوع بتامين استمراريه خدمات الكهرباء بشكل عام، يعني الفيول ومن وين بدنا نجيب الاموال، كونه هلا صار في كثير نزوح. هلا حاليا المراكز رح يضلهم ما عندهم لا مي ولا كهرباء، لحتى ناخذ سلفه واموال لحتى نامن الحاجات. نحاول نزيد مثل ما قلنا من خلال المؤسسات، وبدنا الاستجابة الإيجابية نعول عليها من قبل الحكومة، وزارة المالية والمسؤولين. هلأ في عندك الوزير ياسين مسؤول عن كنقطة تواصل بالنسبة لموضوع المساعدات، كله هيدا بدنا نشوفه بعد ما شفناه، بس بدنا نحاول نشوفه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله، يعني مسار طويل بفهم منك معاليك. طيب احنا حددنا الاحتياجات ورحنا على الأماكن اللي نحن عنا الكنترول، يعني عنا تحت مسؤوليتنا، وعطيناهم الأوامر مثل ما شفتوا، إنه جبنا مؤسسة المي، عدنا مع مؤسسة الليطاني، عدنا مع مؤسسة الكهرباء، عدنا مع كذا مرة لحتى نعيد توزيع الموجود اللي عنا. أكثر من هيك يعني هون على وزارة المالية، هي يعني هلا المفروض الدور عندها، يعني ايه بين وزارة المالية والحكومة والسلول دو كريز، يعني لجنة الطوارئ، تأمين إن كان على المستوى النوعي أو على مستوى المصاري المادي، الاحتياجات اللي عايزينها نحن قلنا شو هي. طيب عم تحكي كهرباء، عم تحكي مي، عم تحكي مازوت، بكره بالمستقبل للتدفئه كمان. عم تحضر حضرتك الجلسات معاليك، عم تروح على لجنه الطوارئ، مش المفروض تكونوا موجودين فيها؟ عم نحضرها لما تكون على المستوى الوزاري، وعم بيكون في مسؤول فني
عندي دكتور خالد نخلي طلع معكم بالجديد، هو اللي بيمثل الوزارة على المستوى الفني باللجنة، بس على مستوى الوزارة عملوا اجتماع واحد أنا حضرته، واليوم بعدني لفت النظر لهالموضوع أنه هالاجتماع لازم يكون دوري، واتفقت مع الوزير ياسين أنه ينظر بهذا الموضوع هو ورئيس ودولة الرئيس، لأنه ما بيكفي نعمل اجتماع واحد، لازم يكون في مفتوحة هالاجتماع مفتوحة على مستوى الوزاري، ولأنه مرتين بالأسبوع لنشوف وين صرنا وين رايحين والتقدم العمل اللي حصل مقارنة بالأسبوع اللي قبله، يعني بطريقة منهجية أكثر من الحال. معاليك ببداية حديثك كنت عم بتقول أنه نحن يبدو أنه متجهين نحو سيناريو أسوأ من اللي احنا هلا عم نعيشه، يعني إذا لا سمح الله تم استهداف هالمنشأة ممكن يطول النفطية. نعم لا سمح الله، حاطت حضرتك خطة الطوارئ إذا لا سمح الله تم استهداف هالمنشآت؟ يعني في عنا بلان بي إذا بنضل عنا مخزون هلا يكون في بلان بي لازم يكون في بلان اي، نحن يعني لا عنا اي ولا بي. يعني بموضوع المنشآت على موضوع البلان اي، اليوم عندي نيو ستراجل أو معاناة يومية ما كنت بدي أدخل فيها، بس أنا اليوم عم حاول أفتح خطاب اعتمادي لتر دو كريدي للمنشآت لنجيب ديزل شحن جديدة لحتى يكون في شوية مخزون. مصرف لبنان بعد ما فتح لنا الخطاب الاعتماد رغم انه المصاري فريش دولار موجودة بالحساب تبع المنشآت، فكمان هيدا الشيء يعني بدنا قبل ما نروح للبلان بي بدي البلان اي. انا عندي هلأ عم نجيب باخرة مفروض للمنشآت ديزل وما مصرف لبنان ما عم بيتجاوب بعد بفتح الخطاب الاعتماد، يعني تقريبا نفس مشاكل الماضي يعني ما عم نعرف نتخطاها. يعني انت عم تشوفيني عم حاول قلل من ما بدي انا تقاذف المسؤوليات على مستوى الداخلي، بس عم تحكيني عن اشياء بدها درجة من الجهوزية انه حتى المستوى العادي من العمل ما عندي اياه بعد، كيف بدي على مستوى الجهوزية لاشياء. بس انتو كوزارة الطاقة محطوطة هيدي الخطة يعني بالحسبان ولا لا؟ بتعرفي شغلي انه عنا هلا بحكيكي ماكرو ايكونوميكس، يعني بموضوع المحروقات الموضوع عنا موزع كتير موزع مش شوي، ولما يكون موزع بيكون تأثره بالأزمات أقل. يعني أنا عندي منشآت طرابلس زهراني فيها كذا خزان ومبعثرين جغرافيا، يعني إذا بدهم يتقصدون بدهم يتقصدون كلهم سوا، وهيدا عدد كتير كبير، يعني كمان بصير كارثة كبيرة عليهم مش بس علينا، إنه حجم كبير، وبنفس الوقت كمان في كل المنشآت الخاصة، فبالتالي منا مركزة كلها بمحطة. يعني مخزون اليوم عليك هذا بكفي، فهمي النقطة مهمة، لأنه هاي معناتها أنه ما فيك أنت تروحي على كل المخزون فرد مرة، بدها وقت وبدها يعني كتير إجرام، درجة كبيرة من الإجرام بدها. بنفس الوقت اليوم عم تحكي عن المخزون، عم بيكون في على القليلة 15-20 يوم من المخزون موجودين في المخازن، وبعدين عندي كمان بالمحطات نفسها بيبقى في عندهم كمان مخزون لكم يوم من الاستهلاك. فبالتالي بموضوع المحروقات ماني شايف مشكلة سريعة، ولكن طبعا إذا الغطاء الدولي واللي هو الأساس بتحديد السقف اللي عم بتشتغل تحته العدو الصهيوني، إذا هذا الغطاء كبر لحتى يزيد من الفليكسيبيليتي والإمكانيات ويعطيها إمكانيات زيادة، ممكن يعني نحن اليوم مين بيمسك البحر ومين ماسك الجو؟ هن القوى ذاتها العالمية، القوى الدولية وخاصة الغرب ماسكين الجو وماسكين البحر. يعني اليوم عليك الخلاصة انه نحن مفروض انه ينفتح الاعتمادات لحتى يعني يتوفروا هودي الخدمات الأساسية، يعني لا لا الاعتماد لموضوع الديزل وشغلي واضحة للمنشآت النفط عم عالجها مع مصرف لبنان. مصرف لبنان ومصرف المالية قلت لك بدي تنفذ البلان اي ونروح على البلان صح، يعني نحن بنفهم منك انه ما عندنا لا خطة اي ولا بي. جزء كثير صغير من السوق المحلي للديزل وللمحروقات هي ما بتوصل 10% يمكن اليوم من السوق، فبالتالي ما بتغير هي بالمعادلة لحالها. بس إيزائها مش مناسب لأنه واحدة من مؤسسات الدولة اللي بتعطي نوع من الاستقرار الأكبر للسوق، وبتخلينا نعالج موضوع العرض والطلب بشكل نافذ أكثر. نعم يعني معاليك شكرا لإلك، يعني بنقدر نفهم منك خلاصة وبنقدر نفهم سمر من الوزير أنه كخطة بدنا استجابة أكثر أي ولا بي منا موجودة وبدنا استجابة أسرع. لا خطط هيني على الورق حبيب ما تفهم علي. نعم بس بدنا أنه يكون في تطبيق على الأرض، وهذا شيء موجودة بس ما في تطبيق من وراء ما في استجابة سريعة من قبل الوزارة المالية. كمان غير محقة أنت. نعم. كمان مرة غير محقة، لأنه نحن قلنا أنه في تطبيق و
وعم بتشوفي الشغل عم بيصير واليوم المراكز مصاري. مش انه ما عندهم شيء عم بتشوفي عم بيكون في عندهم مي عم بيكون في عندهم كهرباء يمكن لازم يكون في اكثر عم نشوف ما شفنا بلا لا مش عم لا ما نحن عايشين على الشام نعم ربا انا رحت بمبادرات خاصه ما عليك عزيزتي اليوم نهارك نهارك اليوم هو نهار الشغل كلنا عم نشتغل مع بعضنا بدون ما تقعدي تقولي لي هيدا انا وهيدا انت انا ما بدي هلا من وقته ابدا نحط الملامه والاصابع بالعكس بدك تشجعي العالم يشتغلوا مش عم يطلع منهم نهار ان شاء الله هالمفروض يستجيبوا خلينا نشد عليهم يكفوا الشغل أوكي. ان كان قطاع خاص او قطاع عام نحن محطتنا معك معاليك لحتى نوصل لهيدا المرحله المطبقه عم نبهك لإلي نعم ربا اسره الجديد كلها انه اذا ما صار في تضافر وإذا ما صار في دعم متبادل من قبل الجميع وإذا كان في كريتيسيزم يكون في بناء وليس مدمر مثل ما كان أوقات نسمعه بالإعلام رحين لمشاكل أكبر بكثير شكرا لك معليك إذا سمر هيدا كل شيء حتى هذه الساعة لعود لإليك سمر